كان الاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية الجديدة باهتا هنا في قلب العاصمة نواكشوط. الشرطة أغلقت الطرق المؤدية إلى الساحة العامة التي دأب المحتفلون برأس السنة الميلادية على أن يطلقوا منها الألعاب النارية ويتجمعوا بسياراتهم فيها لاستعراض بعض الحركات التي تمتع الحاضرين، لكن ذلك لم يمنع بعض الشبان من خلق أجواء احتفالية وإن في حدها الأدنى. أهني جميع الموريتانيين بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، كل عام موريتانيا بألف خير. مرحب بكم كاملين ومبارك لكم هذه السنة الجديدة إن شاء الله، يعاودها علينا وعليكم إن شاء الله بالصحة والرفاهية والبنين إن شاء الله، وذاك تبقوا كاملين فيها. هكذا الحمد لله سنة تخطات وسنة جاية. إغلاق الساحات العامة في وسط مدينة نواكشوط ومنع جميع مظاهر الاحتفال برأس السنة في العاصمة الاقتصادية واذبو لم تعلن رسميا دوافعه وأسبابه. أما المؤكد فهو أن آراء الموريتانيين تنقسم كل عام حول الاحتفال برأس السنة الميلادية، بين من يرونها دخيلة على عادات وتقاليد المجتمع الموريتاني المسلم، وبين من يعتبرونها انفتاحا وتواصلا مع الآخر تمليه ضرورة العولمة. في الحقيقة لا ينبغي أن يأخذ الجدل هذا الطريق، لأنه نحن نتحدث عن مرحلة من تاريخ الإنسان. نحن أخذنا تقويم تاريخي، رأس السنة بات تقويما تاريخيا عالميا، كما نهاية الشهر وبداية الشهر أن نأخذ رواتبنا مع نهاية الشهر. هذه صفحة من حياتنا تبدأ كما نؤرخ لها باحتفالنا بها أو بتدوين ملاحظاتنا عن سير الحياة فيها، تماما كما ميلاد أحد أفراد أسرنا أو تاريخ زواجنا، يعني لحظات تتعلق بالشخص لا علاقة لها بالبعد الديني. ومع اقتراب مطلع كل سنة ميلادية جديدة، يطلق أئمة المساجد ورابطة علماء موريتانيا دعوات للتصدي للاحتفاء برأس السنة الميلادية وحظر مظاهرها. أول مرة منذ سنوات تمنع السلطات الاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية هنا في هذه الساحة العامة، قرار يختلط فيه الدين والسياسة والأمن حسب المراقبين. محمد فضل، الحرة، نواكشوط.